اهلا بيكم في برنامجكم اكله العيله، معاكم نهله القاضي من الثلاث للخميس من كل اسبوع. بس معلش بعتذر يعني اذا كان صوتي غريب شويه، تعبانه شويه. المهم عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا البرنامج ده يا جماعه 3 4 5 الساعه 1 الظهر على صدى البلد. احنا النهارده عايزين نعمل اكله حلوه قوي. هي الاكله دي اصلا اكله شعبيه، بس احنا عايزين نجود فيها شويه. طبعا في ناس بتعملها باللحمه المفرومه وفي ناس بتعملها من غير لحمه مفرومه. احنا النهارده هنعملها، يعني عايزين ننقلها نقله، نجدد فيها شويه، نعملها بالصوص الابيض وبرده هنعمل لها طشه الخل والثوم، تركيبه كده حلوه يعني بصراحه انا مألفاها، بس هي حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. يلا نقول مقاديرنا على طول. عندنا ايه بقى؟ عندنا يعني احنا عملنا الكلام ده قبل ما ندخل هوا عشان نخلص بسرعه. بتنجانيتين مقليين بتوع المسقعه وبطاطسيتين مقليين. طب يا نهله يعني ممكن نسويهم ازاي تاني؟ تدخليهم اير فراير او تدخليهم الفرن، سهله اهي. خلاص نكمل بقى بقيه مقاديرنا. الصلصه الحمراء هنحتاج لها 3 معالق صلصه من البطرمان على طول او تكوني مسبكاها، كوبايه من الطماطم المبشوره، ثوم مفروم، معلقتين خل. الصلصه البيضاء هحتاج لها 3 كوبايات لبن ولكل كوبايه معلقه دقيق، وكمان معلش سامحوني قشطه وملح وفلفل. طبعا يعني انا مش عايزه احط جبنه موتزاريلا، عايزين نبسط الدنيا، واللي ما عندهاش موتزاريلا ما تتعبش نفسها وما توقفش نفسها. خلاص اول حاجه على طول هنعمل ايه معانا؟ احنا دلوقتي طبعا قليين البطاطس وقليين البتنجان، عايزين نعمل الصوص الاحمر ونعمل الصوص الابيض. نجيب بقى المعلقه بتاعتنا. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه بجد، هي من اسهل الاكلات واسرعها، يعني انا مش عايزاكي خالص تقولي ده مقادير كتير خالص، صدقيني انت مش هتتعبي فيها خالص، مش هتتعبي نفسك فيها خالص. حطينا طاسه على النار، هنعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل الطشه الحمراء الاول وبعدين ندخل على الصوص الابيض. الطشه الحمراء بنعملها ازاي؟ بنحط 3 معالق زيت كده، نستناها تسخن، وبعدين بنحضر الثوم بتاعنا وبنحضر الخل. يبقى اول حاجه بنحضر الثوم ونجيب الخل معانا كده اهو علشان نحمر الثوم ونتشه ونشوف بقيه مقاديرنا. وعايزه اقول لكم الموضوع بسيط وحلو وسهل. عايزه اقول لك بقى على حاجه، تاكليها بعيش، تاكليها بمعلقه، تاكليها مع رز، يعني شوفي عايزه تاكليها ازاي. وعلى فكره اللي عايزه تعلي قيمتها الغذائيه وتحط لها بروتين حيواني زي اللحمه المفرومه، تعصج لحمه مفرومه بالطريقه المعتاده، تحمر بصل وتحط له لحمه مفرومه وتشوح وشويه ملح وفلفل اسود وشويه ميه صغيرين عشان بس تدخل اللحمه يعني في البصل وكده، وتحطها في النص اللي حابه. اللي مش حابه عايز تعملها زي كده يعني حاجه بسيطه واقتصاديه، تمام فيكي تعملي كده وفيكي تعملي كده. اهو الزيت سخن معانا، نجيب الثوم نحطه كده اهو، نشوح لغايه ما ريحته تطلع، مهم جدا الحكايه دي. خلاص اللبن معانا بيسخن، على فكره انا ممكن دلوقتي واللبن شغال كده ابتدي برضو اعمله على ما الثوم ما يتعمل. انا عندي بقى زي ما قلت لك لكل كوبايه لبن معلقه دقيق. خلاص انا هنا عندي 3 كوبايات لبن، يبقى 3 معالق دقيق. ده الايه؟ البطاطسيتين والبتنجانيتين عشان بس نظبط البايركس بتاعنا او اي طاجن او اي صينيه عندك، مش شرط بايركس. خلاص احط بقى هنا 3 معالق، 1 2 3، وبسرعه جدا بسرعه جدا الويسكي في ايدي وميكس كده عشان ده ايه؟ الصوص الابيض اللي هو هيبقى البشاميل. بس ايه نشوح دي عشان ايه ما تتحرقش مننا. خلي بالك وانت بتشوحي الثوم دايما تخلي بالك من حاجه، اوعي يتحرق منك. لو الثوم اتحرق منك في اي طشه بقى في الحياه، في اي حاجه، في فته، في مسقعه، في ملوخيه، في ويكه، لو اتحرق منك واغمق هيدي طعم مراره، احنا مش عايزين كده طبعا. الصوص الابيض ده لازم تتاكدي ان الدقيق داب. طبعا حد هيقول لي يا نهله طب كده انت مش بتعملي ليه الصوص الابيض وتحمري السمنه وتحمري فيها الدقيق؟ انا بحب الطريقه دي جدا، وعايز اقول على ملحوظه بقى، الطريقه دي لو انت مبتدئه في المطبخ هتعمليها هتنجح منك. يعني في ناس لما بيجوا يعملوا البشاميل لما بيجوا يحمروا السمنه البلدي في الدقيق بيكلكع منهم وهم بيحطوا اللبن. طب احنا عايزين نتفادى النقطه دي خالص، نعمل ايه؟ نحطهم على بعض كده ونفضل نميكس فيهم لغايه ما الصوص ايه يتقل معانا ويبقى حلو. طيب هنا ناقصها ايه؟ المفروض تحط لها سمنه. طب لو ما عندكيش سمنه مش مهم، مش مهم خالص كده برده هتبقى حلوه قوي. خلاص انا عندي بقى يعني انا جايبه قشطه بصراحه، ما اكدبش عليكم هكدب عليكم، احنا اخوات يا اولاد هكدب عليكم، انا جايبه قشطه. طب يا نهله ما عنديش قشطه؟ لا مش مهم خالص، عايزين بس نحمر محمر الثوم كده. معانا تليفون. الو ست الكل. مين؟ انا صوتي عارفة يوسي. يسر، يسر بنتي يا جماعه. اهلا يا يوسي. ازيك يا مامي؟ اهلا يا روح مامي، عامله ايه؟
الحمد لله. عايزه اقول لك بس حاجه، ان انا بجد فخوره بيكي قوي يا احلى ام في الدنيا. ميرسي ميرسي يا يسر، ميرسي يا حبيبتي. يا جماعه علشان تبقوا عارفين الست دي هي اللي مدخناني. انا مطخناكي؟ ما انت جسمك حلو اهو، انت هتطلعي عليا سمعه، حرام عليكي. شايفين الظلم يا ناس؟ هو ده الظلم بعينه. انا هجيبك بقى معايا مره في البرنامج عشان يشوفوا فين التخن ده، عشان انت اوفر انت واخواتك. الف مبروك يا احلى ام في الدنيا على اجمد برنامج في التلفزيون المصري كله. يا حبيبتي يا يسر، احنا لسه يعني بنسخن، لسه يا يسر بنسخن. مبسوطه يعني؟ فخوره بمامي؟ طبعا يا حبيبتي. طبعاً يا يسر يعني. ميرسي يا روحي. المره الجايه بقى هتيجي معايا خلاص؟ خلاص ماشي، عشان نوري الناس فين اللي انت بتقوليه ده، عشان ده ظلم. وفكري سلمى ان انا بقول عليك انت الظلم يا ناس، عشان هو ده الظلم فعلا. بصي يا يوسي، انت بتحبي الصوص ده؟ بتحبي الصوص الابيض؟ اه طبعا. مين اللي بياكله لوحده بالمعلقه؟ حصل انا. صح يا مامي، عايزه صوص ابيض صح ولا لا؟ اه انا بعشقه بجد، اي بواقي كده واخدها بالمعلقه. بصي يا يوسف بقى، احنا عملناه وهنحطه على الايه؟ على البطاطس حبيبتك. انا عارفه انت ما بتحبيش البتنجان، بس انت بتحبي البطاطس. انا بعشق البطاطس كده كده. اه حبيب مامي، ميرسي يا يوسف على مكالمتك الحلوه يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، باي باي. بصوا بقى، التوم هنا عمال ايه؟ خلاص بيقول لي طشيني. نطشه كده بالخل. خلاص الصوص الابيض هنا شغال. الصوص الابيض ايدك فيه، ايدك فيه، احنا عايزينه يتقل اهو. هحط له ملح وفلفل بس. هنا حطينا ايه؟ حطينا خل. بعد ما التوم ملون حطينا خل. هنحط ايه هنا بقى؟ هنحط صلصه، بس معلقه. ايه يا يسرى؟ ايه يا يسرى؟ انا اسيب سلمى في البيت؟ يسرى يا جماعه من الكنترول، عايزه ايه يا يسرى؟ اسيب يسرى في البيت الاقي يسرى هنا، اسيب سلمى عايزه ايه من الصوص الابيض؟ انت بتقلدي سلمى صح؟ بتقلدي يسرى، ولا انت عشان اسمك يسرى زيها؟ مش كده؟ لا بصي يا يسرى بقى، ما انا مش معقول يا جماعه، يعني انا سبحان الله، انا بنتي اسمها يسرى، جيت هنا لقيت يسرى، يسرى ويسرى. ها مش هتصيحي انت كمان يا يسرى؟ مش هتقولي لي الظلم؟ خلاص يا جماعه، عملنا الصوص الابيض اهو، نحط بقى عليه ايه؟ شويه قشطه كده حلوه كده، يعني مش هقول لك كتري او قللي، يعني ده وضميرك، عندك ضميرك صاحي قوي، حطي حته بسيطه بس عشان ايه؟ يعني عشان ما نتخنش قوي، ضميرك نايم، زودي، زودي يا اختي، زودي، محدش واخد منها حاجه، محدش هينفعك، اعملي الاكل حلو عشان تاكلي يعني لقمه حلوه. دلوقتي بقى احنا حطينا الصلصه، وبعدين نحط بقى ايه؟ الطماطم المبشوره اهي اهو، خلاص. والمفروض دلوقتي ان انا احط شويه ميه، واحط ملح وفلفل اسود، والمسقعه بتحب الكمون والشطه. على فكره الصوص الابيض هنا خلص معانا اهو، تفضلي ايدك فيه بالوسك كده، بالمضرب السلك يعني، لحد ما قوامه يتقل معاكي كده اهو. خلاص احطه بقى بره كده، خلاص انا كده مش عايزاه يبقى على النار تاني. هنا بقى ايه الصوص الاحمر، احط له ايه بقى؟ لو انت يعني حابه تحطي له شطه حبه، مش حابه خلاص ما تحطيلوش. احط له بس هنا شويه ملح بسيطه كده، واحط له شويه فلفل، لا نزود عشان ما يبقاش دلع، احط له شويه فلفل اسود، وهحط له كمون، وهحط له شطه. الدنيا يا جماعه بصوا، اه معلش بقى ايه الصوص وقع هنا، عادي جدا عادي جدا. عايزين بقى ايه؟ زي ما قلت لكم، نحط كمون ونحط شطه علشان نظبط بقى ايه التتبيله بتاعتنا. عايز اقول لكم على حاجه بقى، المسقعه يعني ما بتحبش توابل كتير خالص، ومش عايزه تحطي فلفل اسود على فكره، ما تحطيش، مش لازم خالص. انا حطيت ملح وحطيت فلفل، احط شويه كمون واحط شويه شطه، ولو في بابريكا بقى، ويا سلام لو تبقى مدخنه، يا نهار ابيض. بس انا ما اعتقدش دي مدخنه، بس تمام ماشي حالها يعني. المدخنه بقى تديكي كده ايه؟ طعم السموكي كده شويه اهو اهو كده. طب احنا مش عايزين دي في حاجه، ممكن نقفلها كده، اديها اوردر ونوطيها كده خالص اهو. حطينا بقى هنا ايه؟ شطه، ملح، كمون، بابريكا مدخنه، فلفل اسود. يا جماعة أنا مش عايزة أقول لكم الريحة عاملة إزاي، الريحة طشت التوم بالخل، مش عايزة أقول لكم عاملة إزاي. عايزة أقول لكم على حاجة، هم هنا مديني 20 دقيقة، أنا حبيت أقول لكم ليه مديني 20 دقيقة في الفقرة الأولى، عشان أقول لك إن أنا خلصت. أنا هحطها كلها وهركب الصينية دلوقتي، وإحنا كده خلصنا. حلو كده؟ هنعمل إيه بقى؟ يلا بقى نركب الصينية بتاعتنا. أنا بس أيوة يا رضوى،
اهلا اهلا. أيوة. معانا تليفون. ازيك يا شيف نهلة؟ اهلا إيه؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. انا مبسوطه قوي، انا اول مره اشارك في برنامج. يا حبيبتي يا رضوى، بس بصراحه صممت النهارده اني اكلمك. يا حبيبتي تسلمي لي يا روحي، منوراني. ايه المسقعه التحفه دي؟ عايزه اقول ريحتها واصله لغايه عندي والله العظيم. انت بتقولي فيها فعلا ريحتها طالعه لحد هنا، تحفه تحفه تحفه. يلا تعالي كلي معانا يا رضوى. يلا تعالي. يلا والله رغيف كده حلو، وتعالي. يا ريت، انا هجيب الرغيف واجي لكم. يلا يا حبيبتي مستنياكي. الله يخليك. انا عايزه بقى يوم بقى تعمل لنا فيه الاكل التحفه ده. عايزه فيهم ايه؟ يوم بقى تعمل لنا فيه اكل بقى محاشي بقى، عايزه اتعلم طريقه البحث. حاضر يا روحي. بس كده انا بس حبيت ايه يعني، ايه نسخن شويه او نلين زي ما بيقولوا، مش عايزه اخش بالتقيل على طول، عايزاكم تحبوا الموضوع، يعني عايزاكم تحبوا النادي زي ما بيقولوا. فبدخل لكم بس ايه اكلات ايه سريعه وسهله، مش عايزين نكلكع الدنيا ويعني نبسطها شويه، وبرده نجدد، يعني احنا عايزين برده نجدد في اكلاتنا. خلاص يا جماعه، انا دلوقتي بقى بحط كده البتنجان اهو. عايزين بقى ايه، عايزين نركب كل اكلنا كده ثانيه واحده، علشان يا جماعه الطاجن ده بجد هيعجبكم قوي لما تجربوه. يلا بقى نحط كده البتنجان كده اهو. بصوا بقى، بصوا ده شغل فاخر من الاخر. طيب هل انا هقعد اعمل في طبقات؟ لا، انا هرص رصه. على فكره انا هحط القرن ده هنا برضو عادي جدا. بصوا عايز اقول لكم على حاجه، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا ممكن نحط ده ورا عشان بس ايه نخلص اكلنا براحتنا. بصوا يا حلوين، احنا حطينا البتنجان. طبعا طبعا البايركس ده ممكن يكون اصغر من اللازم، كان ممكن نحط واحد اكبر، بس عادي جدا. احنا البتنجان ده بقى عشان يبقى ليه طعم انا مش هسيبه كده، انا هحط له حته من الصوص الاحمر ده كده اهو، وبرده هعمل كده في البطاطس. يبقى انا ايه، وعلى فكره تخلي شويه وتعملي حسابك الشويه دول عشان برده هحطهم على الوش اهو. تمام، تتاكدي كده ان الصوص في البتنجان كله خلاص. بعدين نعمل ايه؟ تعالي انت هنا عشان هحتاجك تاني كل شويه. خد بقى البطاطس، يبقى انا حطيت رق بتنجان وحطيت له ايه الصلصه اللي بتشط الخل والثوم. احط بقى البطاطس كده، وبرده هحط لها من الصلصه دي، والايه الصوص الابيض عندي جاهز وكله جاهز. وعلى فكره يعني احنا حتى لو حطينا الفلفل كده، ابقوا انتوا بقى ايه شيلوا الحته دي وانتوا بتاكلوا. خلاص يا جماعه اهو، ونحط بقى الفلفل كمان. عايز اقول على حاجه، هو اصل المسقعه فلفل وبتنجان او بتنجان، طبعا الفلفل ده حاجه اختياري، بس برضو لما بنحط لها بطاطس اطفالنا وفي ناس كتير بيحبوا البطاطس بصراحه بتطعمها. يعني انا حتى المسقعه اللي هي الشرقيه الاصيله بتاعتنا انا بصراحه بحبها بالبطاطس برضو. حطينا كل حاجه، نعمل ايه بقى دلوقتي اهو؟ نعمل كده، نحط برضو شويه صوص احمر. عايز اقول لكم ان لما يوم ما الفت الصينيه دي انا ولادي مش عايزه اقول لكم فرحوا بيها قد ايه. واليوم ده في حاجه غريبه جدا حصلت، كنت عامله لحمه معصجه على جنب عشان احطها في النص، نسيت احطها، ولما نسيت احطها ولادي قالوا لي الحمد لله ان انت نسيتي، طعمها كده حلو قوي. انا بس ايه حبيت اقول لكم كل الكواليس اللي بتحصل عشان تبقوا فاهمين الموضوع ده جه معايا ازاي، والطعم هيبقى حلو قوي ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحضر بقى ايه الصوص الابيض بتاعنا اهو اهو. وطبعا انت لو عندك موتزاريلا حطي، لو عندك سمنه بلدي وحابه تحطي سمنه بلدي حطي سمنه بلدي، مفيش مشكله خالص. مش يعني بجد يا جماعه هي ريحتها لوحدها كفايه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا دلوقتي مسخنه الفرن عندي بقاله 10 دقائق او ربع ساعه على اعلى درجه حراره. وعلى فكره برضو القشطه بصراحه برضو مديها طعم وريحه، ما حبيتش احط جبنه موتزاريلا عشان لو ما عندكيش ما توقفيش نفسك اهو. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل بقى تركه بسيطه في الاخر بقى هتودي الموضوع في حته تانيه خالص. نعمل ايه بقى؟ هجيب هلبس جلافز كده عشان انا دلوقتي هستخدم ايديا فلازم البسه، ونحط بقى ايه بقى؟ التفاصيل الاخيره اللي هي اللي بتدي كده ايه؟ احساس بان الحاجه شكلها حلو. انت اتقطعت؟ معلش يا جماعه معلش، هو تقريبا عايز لحمه فيها فمتضايق. بصوا عايزين بقى نحط كده في الاخر ايه؟ نعمل تفاصيل كده بسيطة عايزاكم دايما تعملوها في الأكلات اللي فيها صوص أبيض من على الوش، هتفرق معاكم قوي الحركة دي. إيه بقى هي الحركة دي يا نهلة؟ أنت يعني عمالة تشوقينا. جايلكوا في الكلام جايلكوا في الكلام، هطولت عليكم معلش تقولي طولي. بصوا هنعمل إيه؟
الاول قبل ما انسى الصوص الاحمر ده. طبعا انتوا كلكم عارفين ان الصوص الابيض ده اخر حاجه، لا انا عايز احط الصوص الاحمر ده شويه كده على الوش كده، ها افرده كده معايا. مش عايزه اقول لكم بقى الحركه دي بتغنيكي عن انك تحطي موتزاريلا عشان وشها يلون، لان فعلا الصوص الابيض لوحده كتلوين وش لا مش احسن حاجه خالص، لكن دي هتديها اللون الجميل وهتفرق في طعمها جدا. زي ما قلت لكم دايما تولعي فرنك قبلها، اي حاجه هتحطيها في الفرن ولعي فرنك قبلها. طيب ايه يا نهله بقى الحركه اللي انت بتقولي عليها؟ بصوا يا حلوين احنا بس ايه نخلص كده من الصلصه دي كلها كده ونحطها وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. فردتها كلها اهي اهو، نعمل ايه بقى؟ بصوا بقى يا حلوين هنجيب اولا دي بابريكا مدخنه، هرش كده على الوش اهو، بلاش شطه عشان ايه ما يضربوناش. تمام. الفلفل الاحمر ده طبعا ده فلفل احمر حلو مش فلفل احمر سبايسي، عشاق السبايسي كده كده احنا حاطين قرنين سبايسي في النص. حطي بقى كده ايه شويه من الفلفل الاحمر ده كده. تمام. انا لما كنت بقول لكم اديني 20 دقيقه في الفقره الاولى عشان اعرفك ان في ناس بيقولوا لي ايه يعني، في ناس بيقولوا لي لا يا نهله انت بتضحكي علينا ده بياخدش وقت طويل. طبعا انا مش عايزاكم تنسوا ان معانا فقرات تانية عشان لو انت عملتي اي اكله كده ولا كده ولا قشطه مثلا لا سمح الله مش زي اللي انا عاملاها خالص، ايه يبقى عندك الحل تعملي ايه بقى في القشطه دي وتهضميها ازاي وتحافظي على جسمك ازاي، عشان احنا متعودين نحافظ على اكلنا وشكلنا. بس في حاجه عايزه اعملها هنا علشان بس ما تتحرقش مني، احاول اخليها تتداخل كده في الحاجات دي كلها اهو. بصي كلميني عن السرعه، احنا عملنا طاجن ياكل البيت كله وحضرتك بقى خمس ست رغيفه كده حلوين كل واحد يجيب رغيف ويجي ياكل وبالهنا والشفا. معانا بقى الصفحه بتاعت اكله العيله، وعايزه اقول لكم على حاجه، انا عايزاكم تخشوا على الصفحه وتعملوا لايك، ولو اي سؤال عايزين تسالوه اسالوه لي على الصفحه وفي يعني اكتبي كده اكله العيله هيطلع لك، تعملوا لايك وتسالوني اي حاجه انا تحت امركم، او مثلا اقتراحات نفسكم الفتره اللي جايه نعمل اكل كذا، يعني شوفوا انتوا عايزين ايه. زي ما قلت لك لو حابه تحطي لحمه مفرومه متعصجه في النص اعملي كده، هدخلها بقى الفرن واجي لكم على طول. الفرن زي ما قلت لكم متولع على اعلى درجه حراره، ومش لازم على فكره وشها، لو انت الفرن بتاعك حلو وقوي هيبقى كفايه جدا ان انت تولعي عليها من تحت، لو انت الفرن بتاعك ضعيف او يعني مش هيحمر وشها عشان في افران يعني الفرن اللي بمروحه يحمر الوش، اللي مش بالمروحه مش بيحمر الوش، عادي جدا ولعي عليها الشوايه. بس انا ما بحبش بقى ايه يعني مثلا تولعي عليها خمس دقائق، انت حتى لو حاطه جبنه يعني انت حتى لو عندك جبنه موتزاريلا مش عايزين وشها يتحرق، احنا مش عايزين وشها يتحرق، عايزينها تبقى لونها بينك اللي هو البامبي الوردي الحلو ده، مش عايزينها تبقى غامقه. خلاص احنا بقى نستناها لما تتعمل، وايه بقى احنا يعني هنستناها تطلع بس ايه فاصل ثواني وراجعه لكم تاني. رجعنا لكم تاني بقى في اكله العيله، وطبعا يا جماعه انتوا شفتوا القشطه اللي انا حطيتها اكيد كلكم شفتوها. اي اكل هتعمليه مليان كالوريز، اي اكل هتعمليه هيتخنك. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف، عايزين نحافظ على شكلنا زي ما بنحافظ على اكلنا. اكيد اكيد السمنه بتسبب مشاكل نفسيه كتيره جدا، يعني غير انها بتوجع الظهر بتوجع المفاصل بتوجع كل الجسم بتعمل حاله نفسيه سيئه. النهارده بالذات عايزين نتكلم على اثرها على المفاصل وعلى الفقرات، وعشان كده احنا مستضيفين حبيبتنا الدكتوره هبه منورانا النهارده، دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا يا حبيبتي منورانا. الحمد لله بنورك. بصي بقى انا يعني انا شخصيا المفاصل عندي بتتعبني واكيد ده سمنه، فعايزاكي تقولي لي بقى، وطبعا ده ساعات بيأثر عليا نفسيا وساعات ما بلاقيش هدوم على قدي وحاجات كتيره جدا، وفي حالات كده كتير مش انا بس يعني. بالظبط. قولي لي بقى انا لما باكل اكل العادي حتى لما بحاول اقلل منه برده مش بحس ان انا مرتاحه، يعني جسمي برده مش بيقل. حلو. فعايزاكي تكلميني نعمل ايه في الموضوع ده. حلو. اول حاجه احنا اتكلمنا في موضوعين، اول موضوع اللي هو علاقه السمنه بوجع المفاصل ووجع الغضروف وده كله. احنا مبدئيا كل كيلو فوق من على الجسم ب 4 كيلو على الركبه، فانت متخيله الركبه شايله كميه دهون ووزن. دكتور هبه بجد انا اول مره اسمع المعلومه دي. لا دي معروفه جدا يعني كدكاتره او عظام او كده، ودايما دكتور العظام اول ما تقولي لي ركبي وجعاني هيقول لك حاجه واحده بس، هيديكي اي انتي انفلاماتري وهيقول لك روحي خسي. صح. بس كده هو ده اللي هو بيعمله. يعني انت عايزه تقولي ان انا لو خسيت كيلو يبقى انا كده شلت حمل 4 كيلو من على الركبه.
حلو قوي. عشان كده الناس المليانه او اللي عندها سمنه بنقول لهم ايه، ما تعملوش رياضه. يعني انا لو حد تقيل انا عمري ما هقول له انزل جيم او اعمل رياضه، انا كده بقى بفصله اصلا. مش لو ركبك وجعاكي مش هتعرفي تعملي رياضه. عايزه حل تاني بقى غير اني اتحرك. بالظبط. الغضروف، لا السمنه بتزود جدا الاصابه بالغضروف، لان معظم السمنه هي، بصي الصوره اللي قدامنا دي دلوقتي، بصي اللود على العمود الفقري قد ايه بسبب منطقه الكرش والارداف والسمنه في الراوند ده كده، تمام، بتعمل مشكله كبيره جدا في العمود الفقري، وبالتالي بتأدي لي للغضروف. المريض بتاع السمنه اللي عنده سمنه موضعيه في الحته دي بيبقى عنده خطر الاصابه بالغضروف. تمام. حلو. طيب انت قلتي حاجه تانية بقى، اللي هو حتى لو احنا بناكل كميه صغيره من الاكل، ايوه، فاحنا برضو مش بنخس. بالظبط. حلو قوي. ليه بقى؟ هنرجع هنا لنقطه ان معدل حرق الجسم بتاعنا قليل. تمام. فاحنا محتاجين عوامل خارجيه تزود معدل الحرق. اكيد محتاجين عوامل خارجيه هي اللي تخسسنا، لان احنا مش هنقدر نعمل رياضه عشان احنا عندنا سمنه. لا يعني كنت لسه بقول لك، هو الموضوع مش بس سمنه. يعني انت كدكتور لما اروح لك او يعني دكتور عظام بيقول لي ايه؟ خسي خسي. ده بعدين اقول له ايه؟ العب رياضه. يقول لي احنا ركبك عايزين نعالجها، هتلعبي رياضه ازاي؟ بالظبط. ده انت ركبك عايزه علاج وادويه وعلاج طبيعي وقصه كبيره قوي. طب فالموضوع مش بس سمنه. انا عايزه اقول لك حاجه، انا دلوقتي مش دكتور العظام بس اللي بيحول سمنه، الغده، السكر، البطنه، الاعصاب، العظام زي ما احنا قايلين، العلاج الطبيعي، كل ده بيقول لك انا هبدا بس روحي خسي الاول وبعد كده ارجعي لي. تمام. يعني احنا كل ده يعني انا لما اخس هخف. طبعا. كل ما اخس اخف. طبعا. صح كده؟ طبعا. ده ممكن كمان الموضوع يؤدي الى انك ما تحتاجيش تعملي عمليات في ركبك او في ظهرك، لانك لما خفتي حمل المشكله اتعالجت. بالظبط، لان مرض السمنه هي اللي بيتبعها بقيه الامراض. فيعملوا ايه الناس اللي عندها سمنه او مش لاقي الحل؟ تكلمنا. شايفه الارقام الجميله اللي ظاهره على الشاشه دي؟ حلو. هم بس يتصلوا بينا، احنا فريق طبي متخصص هنتابع معاهم، هنعرف عندهم امراض ايه، هنديهم الدايت المناسب ليهم، هنعرف طبيعه شغلهم ايه. تمام. طبيعه يومهم عامل ازاي، ونبدا نشرح لهم الكورس اللي انا جايباه النهارده او المعجزه اللي معايا النهارده. ونبدا بنقول لهم بيتاخد ازاي وبنعمل ايه. قولي لي بقى بيتاخد ازاي والناس دي تعمل ايه؟ عشان على فكره الموضوع برده بيأثر نفسيا. طبعا. مش بس جسديا، يعني انا دلوقتي لو ركبي ولا ظهري وجعني ما انا مش قادره اتحرك، وبروح دكاتره نفسيتي كمان بتتعب. فده وطبعا كل واحد ما بيبقاش عايز حد يخدمه كمان ويشيله ويوديه. لا احنا عايزين احنا نبقى بصحتنا نخدم نفسنا. ولود في اقتصاديا، في طبعا. الفلوس دلوقتي انت عشان تروحي للدكتور انت محتاجه فلوس ومحتاجه عربيه من هنا لهنا، وطبعا اقتصاديا. فانا يعني حليت لك كل ده معايا النهارده. اول حاجه المتابعه مجانيه، يعني كل الارقام اللي هيكلموها على الشاشه او البيجز بتاعتنا على الفيسبوك وان دايت او وان ودايت لايف، اي حد ده هيتكلم معانا فيها. دي المتابعه مجانيه طول ايام الاسبوع وفي اي وقت. تمام. الكورس بقى اللي معايا النهارده اول مكون فيه اللي هو الانستيليوم. حلو. طيب الانستيليوم اول كبسوله معايا اللي هي كشور ستيليوم. ده احنا مقتبسين اسم الانستيليوم من كشور ستيليوم، لانها هي الماجيك اللي معايا النهارده، هي الهيرو. هي اللي هتخليني اعمل كنترول على شهيتي للناس اللي بتاكل كميه كبيره. او الناس اللي بتاكل وجبات بكميات اكبر من الاحتياج الجسم بتاعها محتاجها. حلو. فدي اول كبسوله معايا النهارده. طب الانستيليوم بتعمل ايه كمان؟ بتظبط معدل الجلوكوز في الدم. فاللي عنده سكر او اللي عنده سكري نوع تاني جاله من مرض السمنه، قشور السليم هتبدا تعالجه. بس ده طبعا يا دكتور لو انا مريضه سكر وباخد دواء السكر، او مريضه غده وباخد دواء الغده، ده ملوش علاقه. انا ما وقفش الدواء بتاعي. لا انا ما بوقفش الدواء. حضرتك بتعلي التركيز بتاعه ولا بتعملي ايه بالدواء ده؟ لا خالص، انا بخفف المرض. يعني في ناس كتير قوي عندها مرض سكري نوع تاني نتيجه مرض السمنه. تمام. مجرد ما مرض السمنه نفسه بيروح بتبدا اعراض السكر خلاص بتروح. لكن ده مش كيميكال يا دكتور. ده مش كيميكال. لا ده مش كيميكال خالص، يعني ده طبيعي وامن. كل دي اعشاب طبيعيه. بصي يا شيف نهلا، انا دايما بقول للناس كل كلمه انا بقولها او كل الياف انا بقولها، روحوا افتحوا جوجل واقروا عنها. تمام. هيلاقوا اللي انا بقوله ويمكن دبل وتريبل المعلومات اللي عندي واكتر كمان. قصدك عن قشور السيليوم ولا بالزبط. عن السمنه اللي على الركب والمفاصل انها بتؤدي غير للأمراض. السمنه طبعا لازم كلنا نعرف الاضرار، ودي دي وظيفتي ان انا اوجه الناس ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لي. يقروا كمان عن الدواء او عن جوجل بقى اللي أنا هيشوفوا بتكلم. كل الدنيا دي بالظبط هيعرفوا. تمام. ايه اصلا يعني ايه فوائد السيليوم؟ ليه السيليوم مشهور قوي كده والناس كلها بتتكلم عنه؟ فاحنا حطيناها بقى في كبسوله. حلو. كحاجه طبيعيه
بس عشان ايه بالزبط. ما تاكلهاش باودر وتضايقني أيوة. عشان تعليلي بقى معدل الحرق. ايوه في بقى هنا بيجي اسئله كتير قوي يقول لك طب انتوا ليه حطيتوها في كبسوله مش سايبينها في اكياس باودر كده؟ لا مش هاكل باودر كده يعني. اولا الباودر بيبقى طعمها وحش زي اي حاجه من الحاجات بتاعه التخسيس طبعا. تاني حاجه انا بستهلك كميه كبيره قوي من الباودر، انا بتلاشى ده في ان انا ضغطها في كبسوله. لا وبعدين انتوا مش حاطين حاجه واحده في الكبسوله. اه لا دي كذا حاجه طبعا صح. مع بعض. وبعدين انا مش هروح اشتري انا تانية. يعني حتى لو اشتريت السيليوم او قشور السيليوم وانا بقول انتوا حاطين كذا حاجه اغلى بالظبط. تاني حاجه، تالت حاجه واهم حاجه، ان قشور السيليوم مجرد ما تتحط لمده 10 ثواني او 15 ثانيه لو ما اتشربتش بتعمل طبقه جيلي كده محدش بيعرف يشربها. وهي دي بقى الطبقه اللي بتتعمل في معدتنا اول ما ناخد كبسوله الاناسيليوم ومعاها كوبايتين ميه ونقعد نشرب ميه على مدار اليوم طيب. هي بتنزل تنفش كده بقى في المعده وتديني حيز وتديني شعور بالامتلاء. ايوه بالظبط كده، شعور اللي هو ان انا شبعان انا مش قادر اكل. ايوه فتبدا تديني الاحساس بالشبع ده طول النهار فتبدا تسد شهيتي. تمام دي كده اول كبسوله معانا اللي هي قشور السيليوم او الاناسيليوم. حلو. تاني كبسوله معانا الجرين كوفي، وطبعا في ناس كتير قوي معروف جرين كوفي معروف انه بيعلي الحرق معروف محرقه دهون الجرين كوفي. حلو بس انا وعلى فكره ده بينظم الهضم يعني بيخليكي تدخلي التويلت وتمام يعني حلو. مش بتعمل امساك بالتبقى. ده اللي الناس كلها عارفاه. اللي انا بقى جاي اقوله، احنا حطينا ليه الجرين كوفي مع الاناسيليوم او مع الكورس بتاعنا؟ عشان الناس اللي بتخس وبيبان عليها الخساسان والشعر بيبقى شاحب او بيجي لها تساقط شعر او هالات ده كده كده الريجيم او الدايت مقرون دايما اسمه بحته اللي انا شكلي تعبان. انت عايزاني اخس انا وشي على فكره في ناس كتير جدا ايه يا حبيبتي مش عايزه تخسي ليه؟ وشي هيبوظ. وشي بيخس اول حاجه ممكن تبقى فعلا خايفه وشها يخس. لا يا حبيبتي احنا عندنا الحل. قولي لنا بقى الحل يا دكتور. الحل بقى ان انا حطيت معاهم الجرين كوفي از مالتي فيتامين وفيها انتي اوكسيدنت كتير اللي هي مضادات للاكسده فبتمنع معايا شحوب البشره، بتمنع تساقط الشعر، بتمنع احساس التعب والهزلان والخمول بتاع الدايت او بتاع الخساسان. ده كله بتتلاشاه الجرين كوفي او مضادات الاكسده اللي فيها. حلو. فانا معايا الكبسولات اللي هخس بيها ومعايا الجرين كوفي اللي هي بتزود لي معدل حرق الجسم جدا وفي نفس الوقت فيها مضادات الاكسده اللي هتخليني اتلاشى اي شعور من شعور التعب اللي انا بحس بيه في الدايت. فدول كده اول كبسولتين معايا. بيتاخدوا ازاي يا شيف نهله؟ بيتاخدوا اول يوم كبسوله الاناسيليوم قبل الفطار بربع ساعه ومعاها كبسولتين ومعاها كوبايتين ميه. تاني يوم باخد الجرين كوفي. يعني انا ببتدي بالاناسيليوم وتاني يوم جرين كوفي. حلو. قبل الاكل بربع ساعه ونشرب كوبايتين ميه عشان ينفش. بالظبط كده. تمام. وبعدين عارفه المثل اللي بيقولوا كل ما تديله ميه كل ما ينفش اكتر؟ ايوه هو ده بالظبط. كل ما اشرب ميه الاناسيليوم تشبعي اكتر. حلو. وهو اصلا الاناسيليوم بيعطش لان هو بيمتص الميه الموجوده في الجسم، فبالتالي ده برده بيعالج لي الناس اللي ما بتشربش ميه كتير. في ناس كتير بتيجي تقول لي انا ما بشربش ميه، ممكن اشرب عصاير وبيبسي والحاجات دي كلها بس ما اشربش ميه، ما بحبش طعم الميه. فبالتالي السيليوم بيعالج الحته دي، بيعالج الناس اللي ما بتشربش ميه كويس. كويس. يعني ما يعني انا لما بشرب كوبايتين ميه، الكوبايتين ميه دول يكفوا ان انا اتعوضت في الميه كلها اللي محتاجاها جسمي في اليوم ده؟ ولا عشان بتنفش؟ لا انا عشان بتنفش فانا محتاج ميه عشان تنفش وتديني شعور بالامتلاء أكثر. ان انا شبعانه. ايوه ان في حاجه في كوره في معدتي هي بتكبر مع يعني بتقعد من 6 ل 7 ل 12 ساعه على حسب طبيعه كل جسم والتاني. طيب كل ما هاكل انا عايزه اعرف حاجه. الكورس ده انا عايزه طبعا يعني سمعت يقال ان في عروض وان في حاجات حلوه جدا انتوا عاملينها كفريق طبي تشجيعا للناس انها تستخدمه. حلو. قولي لي بقى اول كبسولتين اللي انا اتكلمت عنهم الاناسيليوم والجرين كوفي ده عليهم خصم 50% لاول 100 متصل طبعا، ومعاهم الهديه كريم شد الترهلات. جميل. حلو. دول اول عرض. تاني عرض معانا عرض الثلاث شهور ده اللي هي قشور السيليوم والجرين كوفي ومعاهم كبسولات البنيل، وهشرح دلوقتي البنيل بتعمل ايه، وده عليهم عرض 70% خصم. حلو. وطبعا المتابعه مجانيه والتوصيل لجميع المحافظات مجاني. جميل. ويقدروا بقى يتصلوا يستفادوا بالعرض. تصدقي ان اكتر حاجه عجباني في القصه دي بتاعتكم بجد والله المتابعه، المتابعه المجانيه، لان الثمن الكورس شامل المتابعه. بالظبط. انا لو ما حدش تابعني يعني انا كنهله برضو بحب مثلا ايه اتابع مع دكتور تقولي ها عملنا ايه، خسنا قد ايه، حاسه بايه، متضايقه من ايه، يعني نفسيتك ارتاحت ولا لا. فالمتابعه دي يوميا تخليني اكمل وتخليني فعلا اوصل للوزن اللي انا عاوزاه. لكن لو يعني انا دلوقتي رحت الصيدليه اشتريت دواء ممكن اخده محدش تابعني بالظبط يبقى ليه اثار جانبيه او ملوش، مش بتكلم في النقطه دي، بتكلم ان محدش تابعني.
بتكلم ان انا نسيت اخده، انتوا بتتابعوا دي حاجه انا بجد مبسوطه منها جدا. اه طبعا، انا اصلا المتابعه المجانيه دي سيرفيس احنا عملناها للناس عشان ما يكسلوش ينزلوا يروحوا لدكتور الدايت، كله دلوقتي بقى بيكسل ان هو انا لسه هلبس وهنزل وهروح، لا انا مش قادر انا هقعد اتغدى واقعد في البيت. صح خلاص احنا وصلنا لدكتور الدايت في البيت. عندك حق، واقتصاديا برضو كمان احنا يعني من كل الزوايا على بعض. انا كبيره في السن، انا امراه عامله، انا عندي اطفال، انا اي سبب، طب ما وانا قاعده في البيت. بالظبط، احنا ده اللي احنا عملناه بقى، بنوزن وبناخد الدايت بتاعنا، وكمان دي مجانيه والشحن مجاني، وكمان الهدايا. تمام، احنا عندنا الهديه على اول كورس اللي هو شد الترهلات، الكريم كريم شد الترهلات. حلو. تاني كورس بقى اللي هو كورس الثلاث شهور اللي عليه خصم 70%، ده عليه كريم شد الترهلات وفيتامين دي، يعني عليه كمان مالتي فيتامين. طب فين الارقام اللي نوصل لكم بيها؟ اهي اللي على الشاشه. على الشاشه. طب او على صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، اي حد بيتصل بينا او بيكتب لنا مسج واحنا بنكلمه، الارقام اللي على الشاشه دي بالزبط. نتصل بيها نطلب الكورس، وبالتالي انتوا هتاخدوا رقمي ونتابع بعض على الواتساب. اه صح كده، مجانيه على الواتساب او كول برضو عادي مفيش مشكله، بس معظم الناس بتستسهل الواتساب عشان تسيب اسئلتها واحنا نرد عليها. تمام، وتردوا عليهم على طول. اه طبعا. حلو قوي، قولي لي بقى ايه الهدايا التانية غير كريم شد الترهلات؟ فيتامين دي طبعا، احنا كلنا كمصريين عندنا نقص في فيتامين دي. تمام، ففيتامين دي بيعمل حاله نفسيه مش كويسه، بيعمل تساقط في الشعر، بيعمل وجع في المفاصل بما ان موضوعنا النهارده عن المفاصل. أيوه. فبيعمل ارهاق وتعب واحساس بالتعب، ودايما كل ما تروحي للدكتور تقولي له مثلا القطنيه وجعاني يقول لك روحي حللي فيتامين دي. طب ما احنا كلنا اصلا محتاجين الجرعه الوقائيه بتاعت فيتامين دي، وبعد كده نروح نحلل نعرف في نقص تاني ولا لا. خلاص احنا كده تمام، هو كده كده نمره واحد، اعملي فيتامين، اعملي تحليل بتاع نقص فيتامين دي. حلو، بس كلنا عندنا يا شريف نهله نقص فيتامين دي. تمام، فلازم ناخد الجرعه الوقائيه الاول بتاعت فيتامين دي، وبعدها بنحلل لو لسه الاثار لسه موجوده. بنعمل التحليل لقينا لسه في نقص بنكمل على الفيتامين، لقينا خلاص النقص ده اتعدل خلاص ما بناخدش الفيتامين. يعني انتوا بتدوني الفيتامين دي هديه الى ان احلل تاني واعرف هو اتظبط عندي ولا لا. بالظبط، يعني حاجه كده شغل بروفيشنال، مش خدي ده على بعضه اتفضلي يلا شوفي حالك. لا خالص، بالعكس، ده فيتامين وده وكلام مرسل. كل واحد. لا، هتعملي تحليل هتتظبطي خلاص، يبقى توقفي ده وتكملي على ده، وفي تنظيم جرين كافي تاني يوم مش من اول يوم، يعني موضوع علمي مش اي بيج على الفيسبوك في اي وقت خدوا ده اشتروا ده روحي الصيدليه. لا، فريق طبي متخصص. بالزبط. هو اللي بيرد على المكالمات عشان يبقى عارف احتياج كل واحد، موضوع مدروس ويبدا ينصحه. الموضوع علمي. ما هو ده هقول لك بقى ده الفرق ما بين. معلش يا دكتوره، معانا تمار. معلش، اكيد عايز اسالك على حاجه او تقول حاجه. ماشي، اوكي. ايوه يا تمار. ايوه، ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي. انا بحب البرنامج بتاعكم جدا، بس انا نفسي اخس. طب معاكي الدكتوره بقى، ده تخصصها هي. اتفضلي تساليني على الاكل، انا موجوده. تسالي على التخسيس، دكتور هبه حسام معانا خبيره التغذيه معاكي اهي. اتفضلي يا دكتور. اتفضلي يا روحي. ازيك يا دكتوره؟ ايه عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انا وزني 100. تمام. ونفسي اخس عشان انا باخد طريقه كتير جدا. طب طولك قد ايه؟ ايه؟ طولك قد ايه؟ طولي 155. اه احنا عايزين نخس فعلا. طب عندنا سمنه موضعيه ولا سمنه كليه في الجسم كله؟ ايوه كله. ماشي تمام. طب احنا بنشتغل ولا قاعدين في البيت؟ لا قاعده في البيت. طب جربتي اي نوع من انواع الدايت قبل كده او خدتي اي ادويه قبل كده؟ جربت كل حاجه، ما فيش حاجه جابت معايا نتيجه. طب انت عندك كام سنه يا حبيبتي؟ عندي 22. لا لسه يعني. لا و100 كتير. 100 كتير صح؟ محتاجه تخسي قد ايه؟ استني هقول لك محتاجه تخسي قد ايه. هي 100 وطولها 155. اه محتاجين يعني 30 40 كيلو. محتاجه لك 30 40 كيلو، هتتابعي مع الدكتوره هبه وتجيبي الكورس وتمشي زي ما هتقول لك بالظبط، زي ما الكتاب ما بيقول. يا ريت. خلاص. يعني اتفق. حاله زي دي، حاله زي دي ان ازاي نشجعها تبتدي علشان تحب الموضوع وهي شكلها كده عندها عقده. تقول لك لا انا عايزه اخس و150 طولي و100 كيلو، فطبعا هي حاسه ان الموضوع مستحيل. نشجعها ازاي؟ انها تتصل بينا. بصي انا بيجي لي حالات كتير جدا يوميا من اللي فاقده الثقه في الادويه اللي بره اللي بتتباع، وفاقده الثقه في انها تعرف تنزل. اولا انا هقول لها وهقول لكل اللي بيتفرجوا علينا، ما ناخدش اي حاجه مجهوله المصدر. احنا لازم الحاجه اللي ناخدها نبص على تصريح وزاره الصحه. الناس بيقلدوا بعض يا دكتور، الناس بيقلدوا بعض. خدتي ايه؟ خسسك؟ والله هاتيه. النظام والله هاتيه. والاعلانات برضو يا شيف نهله بتبقى بس ده مصرح. مصرح. التصريح اهو. تمام، معانا تصريح وزاره الصحه. حلو قوي. ودايما بقول للناس انت حقك
او حقك تطلبي تصريح وزاره الصحه. احنا ما ينفعش ندخل جسمنا اي حاجه احنا ما نعرفهاش او اي حاجه مجهوله المصدر. حلو. وما ننسقش ورا الناس اللي بتقعد تقول لك ده دواء فلان الفلاني بيخسس مش عارفه كام في الاسبوع بيخسس كام. ما ينفعش. هتاكد ان هو دواء كويس مصرح من وزاره الصحه. وزاره الصحه ما دام مصرحه بالدواء ده يبقى الدواء ده ما فيهوش اي سايد افكتس هتحصل في جسمي. حلو. او هيدخل يضر حاجه. الدواء بتاعنا اعشاب طبيعيه كله ما فيهوش اي مشاكل خالص، بالعكس ده بيخلي صحه الجسم احسن وبينشط المراكز بتاعه الادراك والذاكره وكده. احنا اصلا لما بنيجي ناكل احنا مش عارفين مكونات الاكل اللي بناكله ده، انا جسمي محتاج ده ولا جسمي مش محتاج اللي انا باكله ده. حلو. انا باكل وانا مش عارفه اللي اكلته ده مغذي ولا لا، في كل العناصر الغذائيه، ولا انا بقالي شهر باكل ومش بتغذى، باكل بس مش غذاء، معرفش مثلا فيتامين دي عامل ايه معايا، معرفش رجلي دي اعالجها ازاي، رحت للدكتور واخدت ادويه مش يعني مش بخف. فموضوع الخسسان ده فعلا محتاج يبقى مدروس، محتاج يبقى علمي، محتاج يبقى في عروض كده عشان تشجعيني، فاهمه ازاي؟ محتاج برضو توصلي حاجه دي مجانا لاي محافظه، وده كلامك صح كده؟ طبعا. والمتابعه مجاني، المتابعه مجانيه، والفيتامينز مجاني لكل محافظه، وكريم شد الترهلات هديه بنأكد بس دي هديه. والعروض تاني معانا، اول عرض اللي هو عرض الشهرين ده عليه خصم 50%، ده كورس الاناستيليوم اللي هو كبسولات الاناستيليوم والجرين كافي ومعاهم الكريم شد الترهلات هديه. والعرض ده بالهدايا دي شهر، يعني ايه شهر؟ يعني ده كورس الشهر، الهدايا دي كلها على كورس ايه؟ كورس الشهرين، شهرين ده اول كورس معايا ده عليه عرض الشهرين اللي هو خصم 50%. حلو. عرض الثلاث شهور بقى ده عليه خصم 70% وعليه هديتين، كريم شد الترهلات وفيتامين دي. حلو. ده مكون من ثلاث كبسولات، الاناستيليوم والجرين كوفي والفينيل. العروض اهي موجوده عندنا على الشاشه. بالظبط. حلو تمام. يعني احنا كده توعدينا ان احنا عايزين نخس من غير ما نحس. طب ما هي فعلا احنا هنخس من غير ما نحس، صح كده؟ عشان احنا وعايزه بقى ايه بس وشي يبقى وردي كده، مش عايزاه يبقى بيل كده ويبقى دبلان، مش عايز شعري يقع. اكيد طبعا مفيش الكلام. دي اول حاجه انا اتكلمت عنها عشان دي بتبقى مشكله بتقابلنا مع البنات كلها. طب احنا عايزين نشوف ريفيوهات بقى، يلا بينا. يلا بينا. بصي يا ستي الكلام ده انت اللي مديهولي. دي حقيقه، ما هو هيظهر قدامهم على الشاشه. طيب حلو قوي. واحده بتقول لك انا استخدمت الدواء وبجد هايل وخسيت حوالي 10 كيلو في شهر واحد ولسه مكمله. حلو. واحدة تانية بتقول لك انا خسيت 5 كيلو في اسبوع والحمد لله كده خسيت 10 كيلو في اسبوعين كده، بجد والله شكرا جدا والله العظيم، انا باكل كل حاجة بس مش بقدر اكل بكميات كبيرة دلوقتي اتعودت. افتكري بقى الريفيو ده عشان هنعلق عليه بعد ما نخلص. حلو. واحدة تانية بقى بتقول ايه يا جماعة، ازيك يا دكتورة ولاء، بجد انا فرحانة قوي ان انا خسيت 76 بدل 81، يعني خسيت كده قد ايه؟ قد ايه كده خسيت؟ 76 وبقت كام؟ كانت 81 بقت 76 وده في اسبوع. طيب يعني 5 كيلو اهو. ما شاء الله 5 كيلو، الخمسة كده كيلو في اسبوع، دي حاجة حلوة قوي. يعني بجد بتقول لهم كمان ايه، ربنا يفرحكم ويسعدكم يا رب العالمين. انتوا كمان بتاخدوا دعوات من الناس؟ طبعا. وبعدين احنا بنبقى اصحاب، يعني احنا مش بس بنبقى المكالمه بقى فورمال او الكلام فورمال ما بيننا، لا احنا بالعكس لازم نبقى قريبين عشان لما يعكوا بره. ايوه يجوا يقولوا لنا عشان احنا نلحق المصيبه دي. لا قولي لي بقى، انا دلوقتي بتابع معاكي وانت قايله لي لازم يا نهله تاكلي كذا 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 وتاخدي الدواء في مواعيده وكل ده، انا جيت يوم او اتنين نسيت اخد الدواء، او اكلت زياده شويه ولسه الدواء ما ابتداش يقفل شهيتي ويصغر معدتي. تمام. كده بقى ايأس بقى وخلاص، ولا برضو اكلمكم، ولا اتكسف لحسن حد فيكم يضايقني ويقول لي ايه لا انت بتتصلي وانت مش ماشيه على النظام ومش بتاخدي الدواء، بتتصلي ليه؟ قوي الكلام ده. انا ما بحبش كلمه لازم دي، وما ينفعش ادي دايت حرمان، عشان في ناس كتير قوي مجرد ما هتحس انها هتلتزم بدايت هي هتاكل ازيد. تمام. عارفه اللي هو انا هبدا دايت يوم السبت ده ما بيجيش. لا يوم السبت ده مش بيجي ابدا، ما بيجيش خالص. انا بالزبط. عارفه انت هتقولي لي ما انا بشوف. فاللي هو يوم السبت ده ما بيجيش خالص، فانا بتلاشى اللي هو لا، يعني اكل اللي انا عايزاه. احنا هناكل كل حاجه. شفتي البنوته اللي قلت لك ركزي في الريفيو باكل ساندوتش اكل طيب جانك فود والله. شفتي طيب. البنوته اللي بتقول في الريفيو بتاعها انا باكل كل حاجه بس بكميه صغيره. ايوه هو ده اللي انا ببدا اعمله، او هو ده اللي كشور ستيليوم بتعمله. كشور ستيليوم عندي بدل عمليات التكميم وبالون المعده. هي بتحافظ على حجم المعده او بتصغر لي حجم المعده الحي الصغير. هي لما يعني لما المعده بتنفش فاضل حته يعني بسيطه للاكل. بالظبط. فانا لو بشبع من طبق رز كبير هشبع، انا هاكل 3 معالق منه. انا كده معدتي خلاص طهرت وانا كده شبعت. طيب اوكي. بس انا عايزه اكلم يعني اكمل الكلام الحلو ده واتكلم معاكي في حاجات تانية كمان. طيب. بس ايه، ناخد فاصل ثواني وراجع لكم تاني.
رجعنا لكم تاني والريحه ماليه الاستوديو، فايه اطلعها وبعدين نكلم يعني نكمل كلام. مش معقوله يا جماعه نفضل نتكلم بس، عايزين ناكل. وبعدين الدكتور هبه بتقول ايه؟ بتقول كولو. فانا دلوقتي بقى ايه بختبرها قدامكم كلكم وهشوفها هتاكل القشطه اللي انا حطيتها دي ولا هتخاف. فكله هيبان. واخده الكبسوله وعامله حسابها وهي جايه انها هتاكل. هيبان. انتوا شايفين يا جماعه؟ شايفين اللي انا شايفاه؟ ها؟ ايه الموضوع ده؟ ايه الحكايه دي؟ احنا نجيب بقى ايه؟ حاجه نطلع بيها؟ امال ايه؟ عايزه اقول لكم يا جماعه هي قد كده سهله وقد كده سريعه. احنا ممكن نجيب ايه بقى؟ نجيب حاجه كبيره كده نطلع بيها، ونجيب طبق ونشوف الكلام على ايه. بصوا سامعين الصوت ده صح؟ ناخد حته بقى كده بتنجان، صوص احمر بطشه الخل والثوم. لا ممكن اخد من هنا، دي ماسكه نفسها اكتر. صوص ابيض. بصوا بس طبعا انت المفروض تستنيها تبرد شويه علشان تبقى ماسكه نفسها. وزي ما قلت لك حابه تحط لها لحمه مفرومه حط لها. انا بس حبيت اجدد في المسقعه، وحبيت كمان بيني وبينكو ان احنا يعني ايه، على فكره هناخد حته انا كمان، هدي الدكتوره تدوق وهاخد حته، يعني انا ماليش نفس. احنا بس وانا بدوق اقول للناس ان الارقام بتاعتنا على الشاشه. أوكي. يا جماعه عشان تقدروا تاكلوا المسقعه القمر دي اتصلوا بينا عشان تقدروا تخسوا، وعشان نقدر ناكل كل حاجه احنا عاوزينها بس بكميه صغيره، وعشان نلحق نستفيد من العروض لان العروض لاول 100 متصل. معانا عرضين، اول عرض اللي هو عرض ال 50% ده كبسولات الاناستيليوم ومعاها الجرين كوفي وعليها كريم شد الترهلات هديه، وتاني عرض عليه 70% خصم ده عرض 3 شهور ده كبسولات الاناستيليوم والجرين كوفي ومعاهم الفينيل ومعاهم هديتين كريم شد الترهلات وفيتامين دي. ونلحق نتصل بسرعه لان المتابعه مجانيه والشحن طبعا مجاني لجميع المحافظات. كده انا اقدر ادوق بقى يا جماعه خلاص. يعني على فكره ده اختبار ليكي عشان دي فيها قشطه صح كده؟ انا واخده الكبسوله يا شيف نهله قبل ما اجي وما بتهددش على فكره. بس عشان ايه بتقولي للناس كله وانت واخده الكبسوله اهو، قولي لنا بس رايك فيها الاول. حلوه وبعدين نكمل كلامنا. قوي قوي بجد تسلم ايدك يا شيف نهله بجد. لا مش عايزه ما تجاملينيش قولي لا خالص انا ما بجاملش، انت عارفاني انا ما بجاملش خالص. ايه رايك؟ حلوه قوي، حلوه بجد. يا جماعه تقدروا تقوموا تعملوها وتاكلوها بامان تام، بس تتصلوا بينا وتاخدوا الدواء عشان طبعا هي فيها كالوريز شويه حلوين، هي على قد ما فيها خضار بس هي الشيف نهله حاطه فيها شويه قشطه فظاع بصراحه. انا حاطه القشطه دي اختبار ليكي. ليه انا؟ انا قلت شيف نهله عاوزه تتخني يا جماعه، انا باخد الكورس مش هتخني. انا قلت ان انت لو رفضتي تاكليها يبقى انت خايفه تتخني، يبقى الكورس بقى لازمته ايه؟ لا الكورس 100 100 وانا باخده وباكل وباكل اهو باكل قشطه يا جماعه. بس الفكره في الكميات، احنا هناخد الكورس وهنصغر الكميه بتاعتنا والكورس هو اللي هيشتغل وهيخسسنا. طيب قولي لي بقى في فيديو دلوقتي هيتعرض معانا عايزاكي تشوفيه معانا وتكلميني عنه. طيب حلو قوي يلا. بصي ده فيديو البنوتة كانت بتطلب حاجة اونلاين وانا طلبت منها تعمل سكرين ريكورد للفيديو وتبعته لنا، لان هي مش ازمتها هي لوحدها دي ازمة ناس كتير جدا. أيوه. كانت بتطلبه والبيج اللي هي بتطلب منها قالت لها لا معلش انا ما فيش السايز بتاعك. البنت حست باللي هو كانت طالبة لبس يعني هدوم. قالت لها لا المقاس بتاعك مش موجود. فدخلت في حاله نفسيه وحشه جدا لدرجه انها مش بس بقى خلاص اللي هي متضايقه من اللبس، لا هي بقت بتاكل ازيد. ما هي خلاص عارفه يا دكتور، عارفه يا شيف نهله اللي هي ايه، خربانه خربانه يا حبيبتي. فبدانا بقى اللي هو قلت لها ابعتي لي سكرين ريكورد وانا هتكلم. اللي هو يعني بدل ما اسكت لغايه ما مقاسي يبقى 4 اكس لارج او 3 اكس لارج او حاجه زي كده، تعالي انا الحق اخس بالظبط، تعالي انا هخسسك بسرعه. في اي مرحله اجيلك؟ في اي مرحله انا ما عنديش مشكله. انا يعني اوفر ويت 5 كيلو انا هخسسك، يعني لو انا 150 انا هخسسك 150 هخسسك. ما تخسسيني قد ايه بقى عندنا. يعني اكتر حاجه ممكن تخسسيني قد ايه؟ هخسسك اوصلك لل 80 او 90 البيرفكت ويت بتاعك. يعني انا كنت سمعت منك قبل كده انك انت عندك كورس لحد 40 كيلو. طبعا. طب لو انا عايزه اخس 60 كيلو هناخد الكورس برضو. هتكملي معايا؟ هكمل. طب الكورس فيه تجديد ولا نفس الكورس ممكن يخسسني؟ الكورس فيه تجديد طبعا. حلو. بس انا نادرا لما حد بيطلب مننا كورسين مثلا ليه هو شخصيا. لان الكورس الواحد هو بيوصله للتارجت ويت بتاعه خلاص. تمام. ما هو احنا معانا عرض الشهرين اللي عليه خصم 50% وعرض التلات شهور 70 ده ال 70%. حلو قوي. عرض الشهرين التلات شهور بتوعي وخدت الخصم بتاعي وخسيت يا ستي 30 كيلو في التلات شهور، محتاجه 30 كيلو تاني. ناخد تاني مفيش مشكله. ناخد تاني وعندي خصم تاني
تاني برضو؟ اه طبعا. ولا ساعتها باخده باغلى؟ لا 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 لا، احنا بناخده بنفس الخصم، وبرضو بطمن الناس ان سعر الدواء، لان في ناس كتير بتقعد تقول لك سعر الدواء، سعر الدواء مش غالي خالص، بالعكس احنا عاملين حاجه، يعني احنا عاملين لها الشحن مجاني والمتابعه مجانيه، فهنغلي في سعر الدواء اكيد، لا احنا عاملين حاجه اقتصاديه. يعني مثلا تقولي لي ايه؟ لا انت طلبتي مني كورس 3 شهور فانا خلصت لك الثلاث شهور، فانت طالبه 3 شهور تاني العرض بجدده، مش العرض خلص. العرض لا 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 تمام، انا بجدد العرض. وبعدين احنا يا شيف نهله دايما اللي بيتابعنا بيعرف ان احنا على طول عندنا عروض متغيره. حلو. يعني عندنا عرض لشهرين عليه خصم 50%، عرض 3 شهور 70%، كل ما هيتابعونا كل ما احنا بنعمل عروض وبنعمل مسابقات بنعمل حاجات كتير قوي. والدواء نفسه بيفضل معايا افكتيف، يعني على طول فعال. اه طبعا صح كده. وبعدين مثلا جسمي اخد عليه فخلاص انا مش يعني خلاص اصل في انا كنت بسمع مقوله. أيوة. جسمي اخد على الدواء فمش بخس. حلو. جسمي اخد على حجم الاكل اللي انا بدخله له فكده لازم اقلله واغير الدواء عشان ابتدي اخس تاني بعد العشرة اللي خسيتهم او الاكتر. حلو قوي السؤال ده بجد. ليه بقى؟ جسمي بياخد على الدواء عشان الدواء بيبقى فيه كيميكال. تمام. فجسمي بياخد عليها بيعمل انتي بوديز ضدها. حلو. فانا ما ينفعش اخد دواء فيه كيميكال، احنا الدواء بتاعنا كله اعشاب طبيعيه. تمام. نسيته يوم، سافرت ونسيته، ما خدتش الكبسوله في ميعادها، ما بيلعبش على المراكز الشبع في المخي، فبالتالي ما بيأثرش عليا بالسلب. حلو، ده سؤال تاني احلى من الاولاني. ايه بقى؟ هو الدواء ما بيلعبش على مراكز المخ خالص، انا الدواء بخليه يملى المعده، فالمعده هي اللي تدي اشاره للمخ اللي هو انا شبعت. عشان كده الدواء ملوش اي سايد افكت معايا، ولا بيتعب، ولا بعد ما ببطله برجع اتخن تاني. تمام. عشان هو اعشاب، وعشان انا بمشي الجسم في السيكونس بتاعه. اللي هو انا بطني بتشبع بتدي اوردر للمخ انا خلاص شبعت انا مش قادره اكمل اكل. لكن مش زي الادويه بتاعت مجهوله المصدر اللي هي بتشتغل من فوق، هي بتدي اوردر للاشارات المخ بس. غلط. اكلتي تاني تخنتي شعرك وقع حصل مش كده، انا مجرد ما ببطل الدواء انا بتخن تاني، لان هو انا عامله بلوكينج للمخ. هو دواء، هو مش اعشاب. طب هو دواء بالظبط، هو دواء ممكن يكون بيحرق لك وهتخسي لك الخمسة كيلو تفرحي بيهم، بس التبعات بتاعته هتخن بقى تاني. اه ما هي انا مجرد ما بطل الحاجه اللي عامله لي بلوكينج للمخ ده انا هبدا اتخن تاني. عشان كده ده اللي هيرجعني لنقطه البدايه خالص اللي بقول لك لازم الناس تقرا عن قشور السليم، تقرا عن الجراسينيا، تقرا عن القهوه الخضراء، تقرا عن كل مكون من مكونات الكورس اللي معايا. معانا ليلى عايزه تقريبا كده تشكرك، والله اعلم. تمام. هي بتقول انا عايزه اكلم الدكتوره. طيب يلا بينا. اتفضلي يا ليلى معاكي. الو، السلام عليكم شيف ناهل. اهلا يا حبيبتي. حبيبتي عامله ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اخباركم ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب ممكن اخش اكلم الدكتور؟ اه يا حبيبتي. طبعا اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا حبيبتي. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا بص انا اخدت الكورس كان جميل قوي. تمام. وما شفتش منه اي حاجه. طب هي خسرت والحمد لله خسرت ان شاء الله كده 40 كيلو اهي في شهرين. طب احنا كنا كام وبقينا كام؟ أوكي. انا دلوقتي انا كنت 95. تمام. انا بقيت 51. ما شاء الله. ايه ده ايه ده؟ لا 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 ما شاء الله. اسمها ايه؟ انا نسيت اسمها. ليلى. ليلى بقول لك ايه يا ليلى، عملتي ايه؟ مشيتي مع الدكتور بالظبط ولا قولي لي عملتي ايه بالظبط؟ بص انا الصبح كنت الحبايه كنت باخدها قبل الغداء واشرب 3 كوبايات ميه واستنى نص ساعه. حلو قوي. اه بتحسي بايه بقى يا ليلى؟ بتشبعي؟ بتحسي ان انت شبعانه مش قادره تكملي؟ ببقى شبعانه ما ببقاش قادره اكل. ببقاش يعني حتى لما بحط الاكل ببقاش قادره اكل خالص. طب بقالك كام شهر بقى مستمر على الكورس؟ انا بقالي شهرين. وخسيتي قد ايه في الشهرين؟ 40 كيلو. نعم انا كنت بخس الاول عادي وارجع اتخن، اخس وارجع اتخن. وبعدين؟ واما شفت الاعلان بتاعكم انا طلبت المنتج. وهو ده الوحيد اللي ريحك يعني؟ حسيتي ان انت فعلا بتخسي عليه؟ هو ده ريحني. ما شفتش منه حاجه وعندي النشاط. على فكره انا سني 70 سنه. ما شاء الله حبيبتي. نورتيني يا ليلى. لا استني يا ليلى، عاوزه اسالك سؤال، احنا حرمناكي من نوعيات اكل انت معينه بتحبيها؟ لا انا اكلت كله، باكل كله. دي اهم سؤال. متشكرين جدا يا استاذه ليلى، نورتينا يا حبيبتي، ميرسي. لا ما شاء الله، هو انا اللي عجبني في الموضوع عمرها. استني لسه كنت انا اعرف اللي انا اعرفه برضو يا دكتور، وده سؤال لحضرتك، السن بعد الخمسين ما بيخسش زي قبل كده. بعد الأربعين. بعد الأربعين. انا كنت يعني انا حبيت انا قلت ازود شويه يعني اجود من بعد الأربعين معدل الحرق بيبدا ينزل معانا. تمام. الحركه بتقل، هرمونات الجسم بيتغير، بيبقى فيه مشاكل طبعا، فبنبدا معدل الحرق اول حاجه بتتاثر ان هو ايه بيقل جامد جدا. طب احنا عايزين نشوفك، انت جايبه لنا صور. طبعا. تمام هنشوف بقى الصور دي. قولي لي يا حبيبتي الصور معانا هي يا جماعه.
بنشوف الفرق يعني. قولي لي الصور بتتكلم. انا عايزاكي تقري لي كل اللي على الشاشه ده وتناقشيني في واحد واحد. ما نقراه. اتفضل يلا بينا. يلا ده اول واحد طبعا احنا شايفين خسر قد ايه، بس انا اهم حاجه في الصوره اللي بيفرق لي شايفين مفيش ترهلات يا شيف نهى. دي كانت 85 على فكره. مفيش ترهلات. تمام خسرت 10 كيلو. انا بتكلم على الصوره عامه. دي خسرت 20. تمام 20. بس مفيش يعني بقت 65. طب ال 20 كيلو دول ازاي ما عملوش ترهلات بقى؟ ما عشان الكريم بقى. ما انا بصي انا محاصره كل حاجه ممكن تحصل في الجسم. حلو. الكريم ده يعني بحطه في حتت موضوعيه في السمنه الموضوعيه اللي عنده اماكن سمنه موضوعيه زي البطن، الارداف، اللغد، التنايه بتاعه الظهر، الحتت اللي بيبقى اتكون فيها الدهون. من اول يوم. من اول يوم باخد فيه الكبسولات. بصي بقى التاني. من اول يوم باخد فيه الكبسولات. 30 كيلو في 3 شهور. شايفه الارقام طبعا. من 105 ل 75. 30 كيلو في 3 شهور يعني بمعدل 10 كيلو في الشهر. بالظبط. اعتقد ده معدل حلو، يعني مش اوفر، مش ما يتعبش حد، في نفس الوقت خاص اللي هو عايزه في وقت قصير. بالظبط، يعني 3 شهور احنا عملنا بني ادم تاني خالص، لبس تاني خالص، مقاسات تانية خالص. كريم شد الترهلات احنا كنا لسه بنتكلم عنه. اللي هو الهدية. بيدهن. هو هدية. هدية. تمام؟ اوكي. أول حاجة بيدهن من بداية أول ما باخد الكورس، من أول يوم بقول لها ادهنيه عشان نمنع تكون السلوليت وامنع تكون الترهلات وامنع تكون ستريتش ماركس. بصي القمر دي ما شاء الله. الله شفتي يعني برضو المية ده رقم كبير قوي. طبعا. يعني 83 برضو تشجع الواحد انه يبتدي يستخدم الكورس. انا لو 100 وكسرت ال 90 هفرح، كسرت ال 80 هفرح. والله العظيم لو 100 وبيدخلوا في تاني اسبوع وهم لسه بيخسوا هم بيفرحوا. طبعا. واحنا بنفرح. ده انت بتقولي ايه؟ الكيلو بينزل 4 كيلو لود من على لود من على الركبه ومن على الظهر وامراض تانية كتير. بصي بقى السمنه الموضوعيه هنا عامله ازاي؟ 45 في 4 شهور. يعني بنتكلم في 10 11 كيلو في الشهر. وال 11 كيلو في الشهر دول اول شهر 11، تاني شهر، يعني المعدل بتاعنا مش الجسم مش بيقف. لا خالص. ما هو ليه بقى مش بيقف؟ لان انا لو مش هلعب رياضه عشان الوزن تقيل فالكورس هو اللي هيشتغل. تمام. هو اللي هيحرق وهو اللي هيزود معدل حرق بنفس فعاليته يا دكتور. يعني بنفس فعاليته الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث بنفس فعاليته. عارفه ليه؟ ما بندخلش عامل مساعد. اعشاب طبيعي. ما بندخلش عامل مساعد خالص. ما بنجريش. ما بنعملش. لا في ناس بتبقى حابه تعمل رياضه بعد ما تنزل في الوزن تقول لك انا حابه اعمل رياضه. تمام. يعني احنا بجد بنشكرك جدا جدا على كل المعلومات القيمه اللي انت قلتيها، وكنت يعني حابه ان انا اسالك على حوار الظهر والمفاصل وكده عشان اتسالنا كتير على الموضوع ده. بشكرك يا دكتور هبه. استنونا يا جماعه بكره الاربعاء ان شاء الله في حلقه جديده من اكله العيله. بحبكم جدا جدا واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.